مساء النور شباب وبنات كل اللي قاعد يتابعوني. اليوم ان شاء الله راح يكون عندنا ملف عن الكارديولوجي او الكارديوفاسكولار سيستم او السي في اس. هذا الملف هو عبارة عن اجزاء من مصادر جمعتها، وهذا الملف راح يكون يعطينا ديتيلز، يعطينا تفاصيل كثيرة. تقريبا انا سميت الملف ذا هول ستوري اوف كارديوفاسكولار سيستم، فراح نتعلم من عنده كل شيء عن الكارديولوجي تقريبا. اوكي، كل شيء، او ممكن يعطينا بوست يعني مثلا احنا اول 3 سنوات اللي هو ميديكال بيسك ساينس، تقريبا هي هاي اكثر الاشياء اللي نحتاجها عن الكارديولوجي. يبقى عندنا الاي سي جي طبعا اللي هو شيء جدا مهم. الاي سي جي راح يكون اكيد لازم احتاج بعد كتاب اضافي، ما راح يكفيني هذا، ولكن من انا ابلش يعني السي في اس من هذا الملف يبلش. طيب عندنا طبعا هذا الملف من شنو متكون، سوري انه شوي اوكي. هذا الملف متكون اول شيء من الاناتومي. عندنا هذا الاناتومي اوف ذا هارت اول شيء يعني راح ناخذه نبلش احنا العلوم. طبعا انا هذا الشيء ذاكره قبل. اول شيء نبلش بالاناتومي، بالتشريح، تشريح القلب. الاناتومي راح يكون من 3 مصادر، مور ونتر، وأدنى مصدر إضافي أول مرة صراحة أتحدث عنه. طبعا مور ونتر اللي متابعني هو مش شي جديد، ولكن هذا المصدر هو شي جديد. هذا المصدر اللي هو هذا رح يكون عبارة عن صور حقيقية عن الجسم البشري مأشرين عليها، فشي جدا لطيف. يعني اكو كثير من الجامعات العراقية انه تمتحن امتحان العملي مالتها يكون عن طريق البيكتشرز. اوكي، فهذا المصدر جدا جدا راح ينفعنا ان شاء الله. طيب عندنا الهيستولوجي اللي هو الهيستولوجي راح يكون المصدر مادة جينكيرا، راح يكون في شيء جدا مختصر. لاحظ انه حتى عدد الصفحات قليل، تقريبا 23 صفحة، ومو كلها يعني محتاجين نقراها، نحتاج فقط تفاصيل معينة. مرحب يعني على القلب كمية قليلة، ولكن على الفيسلز اوكي الشرايين والأوردة راح يتحدث عنها اكثر شيء. عن القلب ما راح يتحدث الكثير، لانه الحديث عن القلب بشكل عام يعني اكثر جزء راح يتحدث عنه هو الفيزيولوجي. الاناتومي ما راح يتحدث كثيرا، ولكن هو مو قليل. الهيستولوجي راح يتحدث بشكل مختصر. الفيزيولوجي هو راح يكون الى النصيب الاكبر من الكارديولوجي. عندنا ايضا الباثولوجي. الباثولوجي راح يكون من مصدرين، هذا الفاندمنتالز اوف باثولوجي، طبعا احنا هذا الكتاب نسميه باثوما. الباثوما هو عبارة عن مصدر مختصر، يعني شلون يعطي فد اشياء ريفيو مجرد حتى يراجع لنا فد شيء مختصر. الديتيلز راح تكون بروبن، اوكي روبن بيسك باثولوجي راح يكون هو عبارة عن تشابتر واحد، مو كلش كبير ولكن شيء لطيف، يعني شيء لطيف. عندنا المصدر الثاني او المصدر الخامس على ما اعتقد صار معروف يا مصدر، ولكن انه هو الفارماكولوجي. الفارماكولوجي اوف كارديوفاسكولار سيستم يعني راح ناخذ من خلاله الدراجز، الادويه اللي راح تاثر على الكارديوفاسكولار سيستم. هذا الشيء هم جدا لطيف، وليبنكوت معروفة على طول، ليبنكوت انه مصدر لطيف طريف، انا كل شيء احبه صراحه. طيب عندنا الامبريولوجي، اخر شيء راح يكون عندنا الامبريولوجي اوف كارديوفاسكولار سيستم، يبين لنا شلون راح يتكون قلب الانسان بالادوار الجنينيه لما يكون المولود ببطن امه. راح ناخذ فقط فكره سريعه عن شنو الموجود. فحتى ناخذ فكره سريعه انا راح اكتب صراحه يعني راح انتقل عن طريق الصفحات. فعندنا اول شيء خلينا ننتقل الصفحه 4 تقريبا، هذه راح تكون الاناتومي of the heart. طبعا بداية هذا راح يكون عن مور، بدايته انه مجرد هذه الصفحات الـ contents of this partition. راح يتحدث عندنا اول شيء عن الميديستاينم، اوكي انه مكان القلب، وبيريكارديوم راح نتعرف عليها. طبعا هنا انا قاعد تلاحظون انه هذا الملف هو نفسه راح يرفع اسفل، راح تلقوه برابط اسفل بالدسكريبشن، راح تلقوا بالرابط مباشر على جوجل درايف، تقدرون تحملوه بشكل جدا بسيط. الملف تقريبا حجمه 90 ميجا بايت، مو كلش كبير، بس انه هذا اقل شيء قدرت اسويه. عندنا الاوفر فيو عن الميديستاينم والبيريكارديوم، فاللي ردت اقوله انه تلاحظون انه هايلايتد، فهاي الاشياء المهمه انا مسوي لها هايلايت. طبعا انا اللي درست لحد الان الاناتومي والهيستولوجي والفيزيولوجي بعدني بيه،
ما راح تلقون الملف كله هايلايتد، راح تلقون أجزاء من عنده، ولكن أنا راح أرفع اليوم تاريخ يعني 12/10 راح يكون الملف بهذه الصيغة. إن شاء الله مجرد أن أكمله راح أرجع أحذفه وأرفعه من جديد. أوكي، من راح أرفع إن شاء الله بس أكمله راح يكون كله هايلايتد، فراح تلقون إنه الأشياء المهمة مسوي لها هايلايت. هايلايت يعني هاي يعني أشر عليها. طيب ايضا اكو باجزاء معينه تلقون ملاحظات، مثل هنا اكو ملاحظه، هنا اكو ملاحظه، فهيجي شيء راح تلاحظون بهذه الطريقه. هذا بما يخص الاناتومي. بما يخص عندنا ايضا المصدر الثاني اللي هو نتر. نتر راح لو نلاحظ انه نتر صور حقيقيه او صور تقترب من الحقيقيه وليست حقيقيه. هذا القلب، هذا الرايت اتريوم، وهذا الرايت فينتريكل، الرايت فينتريكل والى اخره. طبعا انا صراحه راح احاول ان شاء الله بالمستقبل انه اشرح الكارديولوجي، يعني هذا الملف راح احاول اشرحه بفيديوهات، اكيد راح تكون فيديوهات كثيره، ولكن الان تركيزي هو عن الابر لم. اوكي، تركيزي عن الام اس كي او المسكولار سكيلتون او اللوكوموتور سيستم، راح يكون تركيزي على هذا الشيء. الهارت الان ما راح اقدر اركز عليه لانه هو يجعلي يعني وقت ما عندي صراحه للكل، فانه شوي شوي. هذا بالنسبه لنتر، فلاحظ انه بهذه الصيغه. بالنسبه لي عندنا مصدر اخر اللي هو راح يكون صور حقيقيه عن الجسم البشري. سوري ما قاعد يطلع. طيب اوكي، عندنا هذا المصدر اللي قلت لكم عليه، الصور الحقيقية عن القلب. ناخذ هيجي نبذة سريعة عنه. لو نلاحظ انه هذا قلب الانسان، هذا الصورة حقيقية، يعني هذا مو رسم، لا، صورة حقيقية عن قلب الانسان. هذا الشيء مهم يعني نتعرف عليه، راح يساعدنا جدا. وهذا المصدر مو فقط عن القلب، اكو عنه عن الام اس كي، واكو يعني تقريبا كل الجسم البشري، فان شاء الله راح اشارك الاجزاء اللي خاصه بكل علم، طيب، او بكل موديول. هذا الهارت، هذا القلب مال الانسان، وطبعا اجزائه راح تتعرفون لو تلاحظون انه هو مؤشر عليها ارقام وهنا نفسرهن، فهذا الشيء جدا لطيف يساعدنا انه نمتحن انفسنا بشكل كبير. عندنا طبعا بعدها راح يكون عندنا هذا الجنكيرا، راح يكون هذا هو جنكيرا اللي هو الهيستولوجي، هيستولوجي اوف ذا هارت، راح يكون هذا الهيستولوجي اوف ذا هارت او هيستولوجي اوف، هو صراحة السيركيولاتوري سيستم، مو فقط الهارت، يعني راح يتحدث عن الهارت ويتحدث عن الفيسلز، ولكن احنا نحتاج اجزاء من عندما محتاجي كله، يعني اللي يريد يقرأ كله هو مو بالشيء الكثير، وأساساً راح يعني جزء من عنده راح يتطرق للأناتومي، وبعدين راح يرجع ينعاد شوي جزء من عنده بالهيستولوجي ويكمل الهيستولوجي. يعني كل علم، هاي حقيقة، يعني كل علم عندنا الأناتومي راح يتحدث عن الستركتشرز، الماكروستركتشرز، بعدين راح الهيستولوجي راح يتحدث عن المايكروستركتشرز، ولكن الأناتومي ياخذ شوية هيستولوجي، يجي الهيستولوجي ياخذ شويه اناتومي وياخذ نفس الهيستولوجي اللي اخذ الاناتومي ويضيف عليه بهذا المعنى. فلاحظ انه لما نقرا بهاي الصيغه، يعني لما نلتزم بهذا الملف من بدايه النهايه، راح نشوف انه فهم عميق، فهم عميق للكارديولوجي، فهذا الشيء جدا لطيف. انا صراحه جدا احب اقرا بهاي الطريقه. عندنا بعدها راح يكون هذا المصدر اللي هو هذا عن الفيزيولوجي. اوكي، هذا جايتن اند هال، فد مصدر جدا جدا لطيف عن الجسم البشري، او جدا جدا لطيف هذا المصدر عن الفيزيولوجي. فكارديك muscles, the heart as a pump and function of the heart valves الى اخره، فهذا المصدر ايضا جدا لطيف. عندنا بعدها طبعا هذا المصدر اللي قلت لكم انه يكون مختصر عن الباثولوجي، ولكن يكون مختصر، هذا الـ Fundamentals of Pathology، احنا نسميه باثوما. ليش باثوما؟ لانه هاي. طيب كاردياك باثولوجي والى اخره، فهذا الملف ايضا، هذا الجزء من هذا الملف جدا مهم وجدا لطيف. روبنز بيسك باثولوجي ايضا هذا جدا لطيف، هذا عبارة عن شابتر واحد راح يتحدث عن الهارت، هاي المواضيع والارقام الصفحات والى اخره موجودة هنا.
تقدرون توصلوا لها بسهولة مثلا، أو نلاحظ أنه وصل لها بسهولة. عندنا هذا الفارماكولوجي مثل ما قاعد نلاحظ، هذا الفارماكولوجي اللي هو باستخدام الليبنكوت. الليبنكوت طبعا موجود، هو الليبنكوت موجود مايكروبيولوجي، موجود بايكومستري، موجود حتى فيزيولوجي، موجود هواي أشياء عن يعني الليبنكوت، هواي بي فيرجنز، هواي بي يعني مختلف الديسيبلينز، فمنها الفارماكولوجي، وشي جدا لطيف. مصدر يعني يعتبر هو التريجر مال الفارماكولوجي، يعني المفروض مصدر الفارماكولوجي كله الليبنكوت احنا ندرسه بأول 3 سنوات حسب النظام مالتنا، وبعدها يعني أكيد رح نحتاج مصادر أكثر من هذا، أكيد لأن المصادر مو كافيات حتى يكون يعني هذا المصدر مثلا على الكارديولوجي رح يكفينا لمجرد أول 3 سنوات، وحتى هو أول 3 سنوات بعد نحتاج أكو كتاب عن الـ ECG وأكو شغلات أخرى نحتاجها، ولكن هذا يعتبر شر ينقول يعني أساس قوي إنه نبلش من عنده. عندنا بعد أخير شيء رح يكون عندنا الإمبريولوجي، هذا الإمبريولوجي لانجمانز ميديكال إمبريولوجي، أيضا مصدر كلش لطيف وسلس. الميزة بهاي المصادر أنه تتحدث بطريقة يعني تستخدم العلم أو تصيغ العلم بطريقة كأنه قصة، فأنا جدا أستمتع صراحة بهاي المصادر، وهي تقريبا أغلب المصادر هيش، ولكن هاي المصادر أنا صراحة أوصي بيها، وشي جدا لطيف أنه ندرس على هذه المصادر. لهنا أنا هذا الملف كمل، ما بي لا ثانكيو ولا بي غلاف من الآخر، ولكن هو هذا الملف. طيب هذا الملف إن شاء الله يعني رح أحاول أعدل عليه، يعني هو بعد بي شوية شغلات ما عجبتني، ولكن رح أحاول أعدل عليه إن شاء الله بالمستقبل. أحاول أسوي له هايلايت كله، مجرد أنه أخلص أسوي له هايلايت كله وأرجع أنشره. الآن بتاريخ 12/10 اللي هو السنة قاعد صورة ببي، بتاريخ 12/10 جوز ينزل، ما أعرف صراحة الإنترنت عندي كلش ضعيف، ما أعرف شو وقت رح ينزل، ولكن بشكل عام إنه مجرد أخلص رح أرجع أسوي له هايلايت وأرجع أعدل على هذا الملف، أحذف النسخة القديمة وأضيف نسخة جديدة. إن شاء الله أتمنى يعني إنه هذا الملف يفيدكم، وأسف على الإطالة ولكن كان لازم أعرض هذا الملف. نقطة أخيرة أحب أقولها إنه بلشوا بدراسته بطريقة صحيحة، اللي هي أناتومي، مو تروحون مجرد مباشرة للفيزيولوجي، لا بلشوا بدراسته بطريقة صحيحة، الأناتومي بعدين هيستولوجي بعدين فيزيولوجي وبعدين باثولوجي وإلى آخره. ليش؟ لأنه راح تشوفون شيء جدا جميل إنه تبلشون بالعلم من الأناتومي هيستولوجي فيزيولوجي وإلى آخره، راح تشوفون إنه فعلا هو the whole story of cardiovascular system. أتمنى إنه ما طولت عليكم، ننتقل إن شاء الله بفيديو آخر. رابط هذا الملف تلقوه أسفل بالدسكريبشن. يا ريت تشاركون هذا الملف وتشاركون هذا الفيديو، لأنه الكارديولوجي شيء جدا مهم وشيء جدا حلو. جميل أنه نشارك شيء عن القلب، نشارك ما يخص القلب مع الكل. نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر.